من ريف إدلب الغربي، هنا بين أشجار الزيتون عشرات العائلات مشردين من الفارين من الدمار الذي لحق بمنازلهم نتيجة الزلزال الذي طرب المنطقة قبل أيام. عشرات العائلات ما زالت تنام في العراء بانتظار استجابة أو مساعدة من قبل المنظمات الإنسانية والجهات المسؤولة عن إيواء هؤلاء الفارين في بساتين إدلب وفي أي مكان بعيد عن الأبنية، بعيدا عن الهزات الارتدادية. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. أنا من حلب بس كنت ساكن بالمشروع بسنيان. طلعت المشروع بسنيان. إيه. نحن كنا ساكنين يعني بطابق تاني ونزلنا مباشر يعني. والحمد لله الله نجانا الحمد لله، وجينا هلا حاليا بركنا هون، ويعني ما في شيء ابدا. بركين هيك طلع يعني هذا حالنا، ويعني حاجه خيمه بحاجه اي شيء انه نظبط وضعنا هون، بس ما في شيء. بيجوا عالم بتسجل علينا وبيقولوا لنا نجيب خيام وما في شيء من هالعمل. ايه صار لي هون 4 ايام وهذا الخامس. الوضع والله بأساوي ميكن، يعني ما في غير اكل، عم يجيبوا لنا اكل بس، اما انه الاحرامات الخيام اما هيك ما في شيء ابدا. نعم ايه هون، وهون أما كمان موجود هنيك وبس، وهون حاليا هيك هذا وضعنا، هون نايمين، قال لا في شيء لا في شيء يعني أبدا، وهذا وضعنا الحمد لله. الله يسلمك يا رب. الوضع يحتاج أو ربما لا يحتاج الوضع إلى شرح. الصورة تروي حكاية من فر من الزلزال. درجة الحرارة في الليلة الماضية 4 تحت الصفر. أطفال رضع، العائلات خرجت من منازلها دون حمل أي شيء من متاعها، لا يوجد لديهم أموال لشراء خيمة أو تأمين وسادة أو أغطية أو طعام. مناشداتهم مستمرة، بنشاهد أو شاهدنا جهود لكثير من المتبرعين يقدمون مساعدة قدر المستطاع ومن المنظمات الإنسانية، لكن الوضع هنا يتطلب مساعدة أكبر من مما وصل إلى هؤلاء المحتاجين تحت أشجار الزيتون في العراء. الآن المناشدات لتأمين خيام أو مراكز إيواء مؤقتة، ريثما يتم تأمين سكن بديل لهؤلاء العشرات أو المئات العائلات الموجودة في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى شاهدناها على الطرقات أيضا. الوضع ربما يتطلب وبالتأكيد يتطلب تدخل دولي. إلى الآن مناشدات من قبل المنظمات المحلية والدفاع المدني وغيرها من المؤسسات لتدخل دولي لإنقاذ هؤلاء المشردين. خلف جمعة، حلب، اليوم ريف وإدلب.